دلع السلامة يا فندم. الله يسلمك يا مصطفى. بقيت بتشرب سجاير ولا ايه؟ لا يا فندم، بس سيادتك بتشرب. لسه ما عرفتوش عمر ليه ثبت الدمنهوري؟ مفيش غير السبب اللي قاله حوده، حس انه متراقب فما حبش يعرضهم للخطر معاه. ده على اساس انه ما كانش عارف انه هيتراقب؟ بذمتك انت مصدق الكلام ده؟ حضرتك مش حابب تروح الاوتيل؟ مفيش وقت. باريتيس فاليسياس كيفالتس ستودوماتيو توريفات. ممكن باسبورك يا فندم؟ تمام؟ تمام يا باشا، اتفضل. كاليميرا. ديو اسبريسو. مايستر. ديني ميدو يا كانينا. مايستر. اسف يا فندم، البت غبيه، قلت لها ان انا مش موجود. الو. اوكي. تمام. عمر رجع من دقايق لبيت الدمنهوري تاني وسالم معاه. أنا عايز أشوف عمر بأسرع وقت. اللي حصل ده كان ممكن يخلي العملية كلها تفشل، وتعبنا كله كان ممكن يروح على الفاضي. حاضر سيادتك، بس إيه؟ نومه في الفندق لوحده من غير تأمين دي كارثة. إنه يقضي يوم كامل مع سالم برضه لوحده دي كارثة أكبر. يا فندم غصب عننا، ضعف الإمكانيات هنا مش مخلينا نعرف نراقبه 24 ساعة. ده أنا كمان خليت ممدوح ينزل مراته. اللي أنت عايزه اطلبه مرة واتنين وتلاتة. المهم ما يغيبش عن عينيكوا ولو ثانية واحدة. الحمد لله. نبض والضغط طبيعيين. كتير منيح انك استفرغت اول ما حسيت بالتعب. هي جت من عند ربنا كده يا دكتور. طمنت يا ستي؟ الدكتور اللي انت جايباه طمنك وقال لك انه هيبقى تمام. هو الحمد لله معلش تمام، واحنا بنقول الحمد لله في الحال الوحش، صح يا خويا؟ بقت عفريتة من ساعة ما اتعلمت عربي. ولو ان يعني ما جاب الدكتور ده اتهم المدام ليه ان انا قصرت مع عمر لما كان عندي، بس تمام. انا هعديها عشان عارف ان نيتها خير. زيادة الخير خيرين يا سالم. بعدين الدكتور غسان مش غريب ولا ايه يا دكتور؟ ايه طبعا، ولا هيدي مجموعة مقويات وفيتامينات بياخدها مع الأكل والشرب، بس يكونوا دافيين. أكيد. الحمد لله على سلامتك يا عمر. ما كانش في داعي للتعب ده كله. ولا كأني سمعت حاجة. هو مين اللي بيتكلم هنا؟ يلا ألف سلامة عليك يا رب. يلا بخاطركم، مع السلامة. شكرا يا دكتور، اتفضل حضرتك واحنا هنحصلك. يلا يا سالم عشان نجيب العلاج. يلا ايه؟ معقولة هنسيب عمر لوحده؟ هلا
طب اغلط بقى عشان يقرشوك بسنانهم كل الامارات دول وتقول لوحده. قصدي يعني هنسيبه لوحده معاهم؟ لا لا ده حقد بقى مش خوف على صاحبك. طب يلا يلا يا اخويا عشان ما نتاخرش. يلا عمر سلامتك كده تقلقني عليه؟ كامل انت نازل يا كامل؟ امال يعني يا ام هكون بتشيك كده عشان اخش الحمام؟ هو انت يا ابني ما ينفعش ترد على قد السؤال؟ وانت يا حبيبتي ما ينفعش تسالي سؤال منطقي؟ اسره عمر اخوك من ساعه التليفون اليتيم اللي هو عمله لنا ما طمناش عليه تاني. عمر اكيد يا ام مشغول في اللي رايح له. وهو يا ابني اللي رايح له يخليه ما يسالش علينا عشان تعذروني. اصل في ناس كانت بتتهمني اني بخيل وجلده ومستخسر فيهم التليفونات. وانت هتجيب واحد مسافر بقاله كام يوم لواحد قعد بره 7 سنين؟ انا لا هجيب ولا هودي. هو البيت ده كده طول عمره فيه خيار وفقوس، حتى القلق خساره فينا دون عن خلق الله. سلام كامل. وادي يا كامل. ربنا يهدي. اللي اقول لي يا حبيب خاله. قول يا خال. مساء الخير كامل صاحب الصاله، منورين. انت ليه ما جبتش في ايدك امك واختك فاطمه يجوا يحضروا الاوبن؟ مساء الخير كامل صاحب الصاله، اتفضلوا اتفضلوا. بذمتك ودينك يا خالي اجيب الحاجه رؤية وفاطمه اختي صاله بلياردو يعملوا ايه؟ وفيها ايه صاله بلياردو؟ يا صاله قمار يعني. مساء الخير كامل صاحب الصاله. خال احنا النهارده اول يوم. اسمعوني يا شباب. بقول ايه؟ اسمعوني. النهارده بمناسبه افتتاح الصاله اللعب لحد ما نقفل مجانا. لا 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 نظموها مع بعض بقى، مش عايزين مشاكل. احنا لسه بنقول يا هادي. يا كامل في ايه اللي انت بتقوله ده؟ على طول كده في حد يلعب الناس ببلاش؟ يا خال ما هو لعبهم اللي ببلاش النهارده ده هو اللي هيخليهم يتعرفوا على مستوى الترابيزات النظيفه اللي احنا جايبينها ويتاكدوا ان احنا احسن نادي في المنطقه كلها. يعني ابو بلاش النهارده هو اللي هيجيب لك ابو فلوس بكره. يا كامل طب كنا عملناها بنص التمن ولا بالمشاريب؟ يا خال انت جاي تفاصل معايا. اهلا وسهلا نورتني. شلبي انور صاحب سايبر وسنترال، داركم مش بعيد عنكم يا دوبك محطتين من هنا. كامل صلاح طه صاحب الصاله. اولا الف مبروك. الله يبارك فيك. ثانيا ربنا يجعلها عتبه خضراء عليك ان شاء الله. اولا ربنا يجعلها علينا كلنا عتبه خضراء. ثانيا ابراهيم غزال الشهاب خاله ومدير المكان. ثالثا اتفضل معايا عشان افرج حضرتك على المكان. رابعا هو بيحتاس من غيري، ما بيعرفش يعمل اي حاجه. والله بص حضرتك هنا بقى في الكافيتيريا. اهلا وسهلا نورتوني. متشكره الف مبروك. الله يبارك فيكي. كامل صلاح طه صاحب الصاله. اهلا يا خالي يا حاج ابراهيم. ايوه مش قلت لك بيحتاس من غيري ما يقدرش يستغنى عني. اتفضل.